خلينا ناخد حضراتكم دلوقتي نروح لواحده من اهم الظواهر الموجوده عندنا، والحقيقه العالم كله بيستنى موعدها، وهي ظاهره تعامد الشمس على وجه تمثال طبعا الملك رمسيس الثاني. من ساعات قليله تعامدت الشمس للمره الرابعه على وجه تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير. احنا كنا متعودين عليها دايما، هذا التعامد بيحصل مرتين في السنه، 22 اكتوبر و22 فبراير في معبد ابو سمبل، لكن في تجربه تماثل تماما ما يحدث في معبد ابو سمبل، احفاد الفراعنه قدروا انهم يكرروا المشهد اللي بنشوفه في ابو سمبل بكل تفاصيله في المتحف المصري الكبير. احنا معانا دلوقتي على التليفون الدكتور احمد عوض، صاحب فكره تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير. خلينا نعرف منه بعض التفاصيل. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور على حضراتكم وعلى برنامج صباح الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا يعني مجهود كبير الحقيقه مبذول في المتحف المصري الكبير، ويمكن احنا شفنا تواجد تمثال الملك رمسيس الثاني في البهو طبعا العظيم في المتحف المصري الكبير، لكن خلينا نعرف من حضرتك بدايه، يعني اتكلمنا عن الفكره بما انك صاحب هذه الفكره، امتى فكرت فيها وتطبيقها خد منك وقت قد ايه، لو تقول لنا بعض التفاصيل يا فندم. طيب خليني بداية أتكلم على إن هو هذا العمل كان مش عمل فردي، هو عمل جماعي من فريق عمل عظيم ومتخصص من إداري ومهندسين المتحف المصري الكبير تحت إشراف المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، وأنا بوجه لهم من بداية هنا التحية خالص والتقدير للمجهود اللي بذلوه في هذا الحدث يطلع بالشكل الدقيق جدا والبارع جدا من الناحيه او من الناحيه الهندسيه. الفكره ابتدت من دراسات ليا سابقه على ظاهره تعامد الشمس على المعابد المصريه القديمه وخاصه معبد ابو سمبل. خلينا نقول برضو دي من نتائج الابحاث، وده كان اتناقش في مؤتمر ليا في 2015 في كليه اثار جامعه القاهره، ان يجب عند دراسه ظواهر تعامد الشمس على المعابد وخاصه معبد ابو سمبل ان يتم ارجاع هذه التوقيت هذه الظاهره لوقت بنى المعبد عشان نقدر نعمل او نضع تفسير دقيق وصحيح من الناحيه الاثريه والتاريخيه لهذه الظواهر. بنجد هنا ان الشمس ابتدى رمسيس في اكثر من معبد ليه، بس مش من الناحيه الفلكيه، انما بنلاقي تصوير مثلا في معبد الدر بنلاقي مشهد قدس اقداس هذا المعبد وهو ما بيطلوش الشمس هنا، ولكن المصري القديم حب ان الشمس هنا تتبع رمسيس الثاني في تصوير نقش بصوره رمزيه، وكان الشمس رمسيس مفتاح الحياه او اللي هو قوه الحياه اللي بيقدر منها التمثال يقدر ينقول ان هو يوضع في الصوره الحيه من وجهه نظر المصري القديم. وبالتالي كانت فكره استحداث هذه الظاهره في المتحف المصري الكبير، وده اللي انا تقدمت بيها لاداره المتحف وتابعنا تنفيذها ومع فريق العمل المتخصص من مهندسي المساحه والاداريين والمهندسين المختصين. استخدمنا في التطبيق ده اكتر من برنامج من الحاسب الالي متخصص، سواء في الفلك اللي هو حساب مسار الشمس في يوم 21 اكتوبر 21 فبراير اللي هم اليومين الاصليين للتعامد الظاهره في معهد ابو سمبل قبل نقله في الستين. ومنها ابتدينا ندرس مسار الشمس ونشوف ازاي نقدر نوجد نفاذيه هذا الشعاع من الواجهه الرئيسيه للمتحف الى التمثال او وجه التمثال. ده عظيم جدا. حضرتك قلت دلوقتي ان احنا استخدمنا التكنولوجيا الحديثه، لكن قديما ده ما كانش موجود، فده بيؤكد على عظمه القدماء المصريين. طبعا هو يعني نقدر نقول من وقت بنى معبد ابو سمبل هي معجزه بجميع المعايير. نقدر نقول احنا في وقتنا المعاصر
الهدف من الظاهرة هو رمزية الحدث في حد ذاته، إن إحنا كأحفاد الفراعنة قادرين على إعادة بناء هذا المتحف، مش بس بنقول في الصرح العظيم المتحف الكبير أو هنقول هرم مصر الرابع، ولكن في صناعة المستقبل يعني يضاهي مجد الماضي. مظبوط. طيب يا فندم، يعني من خلال طبعا يعني حضرتك اتكلمت عن حسابات يمكن محتاجه متخصصين اكتر عشان يكونوا مستوعبينها يعني استيعاب تام، لكن عايز اعرف من حضرتك من خلال هذه الحسابات وبعد ما قدرتوا ان انتوا تحسبوا الحسابات دي، كان اختيار موقع متحف عفوا تمثال الملك رمسيس الثاني في المتحف كان من بدايه بنى المتحف ولا كان بعدها؟ يعني احكي لنا التفاصيل دي بعد ما حضرتك استعرضت هذه الفكرة وابتديتوا فعلا تعملوا الحسابات، ايه اللي حصل بعد كده؟ اما ابتدينا نعمل الحسابات، الحسابات دي خدت اول مرحله هي حسابات فلكيه، يعني حسابات احنا بنقول عليها الزوايا الراسيه والافقيه لحركه الشمس في وقت يوم 21 اكتوبر 21 فبراير. يا فندم دي بتسبق بيوم الموعد الاصلي، يعني الموعد هو 22 اكتوبر و22 فبراير، مظبوط؟ 22 اكتوبر 22 فبراير يعني الموعد بعد بن بعد اعاده نقل المعبد اتغير اليوم اللي هو حصل الشيفت ما بين اللي هو مقداره اليوم ده، انما موعد حدوث الظاهره الاصلي 21 اكتوبر 21 فبراير. تمام. ده بالنسبه للحسابات الفلكيه اللي هي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بتيجي الحسابات الهندسه المساحيه اللي هو بنقارن ما بين مهار الشمس في هذين اليومين وموقع التمثال نفسه داخل المتحف، نقدر ان احنا ندلل على براعه دقه العمل خلال الاتي. ان احنا رصد يوم 19، احنا عدنا رصدنا في سنه 2019 و2020 بنرصد ثلاث ايام للظاهره، يوم 19 ويوم 20 ويوم 21. يوم 19 كانت الشمس بتضيء منطقه دقن التمساح، يوم 20 كانت الشمس تضيء النصف السفلي من وجه التمساح، يوم 21 ذا كما هو كان مخطط لها ان هي تضيء وجه التمثال بالتحديد، وده دون تاثير اي ادنى تاثير على التصميم بتاع الوجهات او اي يعني مفردات اخرى من مفردات العناصر المعماريه للمتحف. الدقه هنا في ان كما هو كان مخطط له في الرسومات المبدئيه ان الشمس بالشكل ده هتضيء وجه التمثال، هو ده الحمد لله اللي تحقق بالفعل، وتكرار الرصد وتوثيق الظاهره على مدار الثلاث سنوات الماضيه بتؤكد، لان برضو عايز اقول نقطه مهمه هنا ان احنا مع فريق العمل ما اديناش اي فرصه للصدف او يعني عايز اقول كله محسوب لاي عوارض، لدرجه ان احنا كنا بنحسب ارتفاعات المحيط العمراني وهل هو يعيق شعاع الشمس ولا لا، كنا بنحسب او من خلال تطبيقات الاحوال الجويه الشبوره في وقت ذروتها ممكن تعيق ولا لا، وامتى الوقت المناسب اللي جاي، وحتى اقرنا هذا العمل يعني من خلال مفاهيم المصر القديم، يعني مفاهيم المصر القديم ان عنده فكره العواصف او الشبوره او كل المفردات اللي هي بتاعه الشتاء تمثل بالنسبه له دي حاله من الاعداء اللي بيحاولوا ان هم يمنعوا شروق الشمس. برضو احنا حاطين الموضوع كله في سياقه علشان نقدر يكون الحدث اصيل من ناحية الاثريه كمان. طيب دكتور احمد، احنا عارفين ان هذه الظاهره تعامد في ابو سمبل بيجي لها السياح من بره، يعني لو ما كانوش موجودين في مصر فهم بيجوا لها مخصوص عشان يتفرجوا عليها، فطبعا لحين افتتاح المتحف توقعات خبراء السياحه لهذا الامر الاقبال هيكون عامل ازاي لمتابعه هذه الظاهره؟ بالنسبه للمتحف ولا ظاهره التعامد تحديدا؟ ظاهره التعامد احنا
احنا لما وضعنا التصور لموضوع ظاهره التعامل في المتحف ما وضعناهاش في سياق منفرد على عن ظاهره تعامد الشمس اللي في ابو سمبل. بالعكس، وكان قدمنا المقترح هو ازاي تنسيق ما بين الحدثين لخدمه او لوضع ثقه الاكبر في مفهوم السياحه او الثقافيه او زي ما نقول في بعد ثاني اللي هو سياحه الفلك الاثري. فبالتالي نقدر هنا يقدر المختصين بقى المباشر، انما يقدر المختصين في مجال السياحه العمل على تنفيذ المقترحات وتطويرها بشكل ادق يعني من الناحيه العمليه في التنسيق ما بين الظاهره اللي هتحدث في اليوم الاصلي اللي هو اللي في المتحف الكبير والظاهره اللي هتحدث في بعدها بيوم في اسوان يعني في جنوب اسوان على في معبد ابو سمبل في على المنطقه الاساسيه هناك. طيب دكتور احمد، لو تكلمنا عن ردود الافعال اللي جت بعد نجاح هذه التجربه. طيب خلينا قلنا شويه عن ردود الافعال على السوشيال ميديا سواء من يعني الاجانب او المصريين. الرد الفعل بالنسبه للمصريين يعني لينا احنا كمصريين كان مذهل جدا ويدعو الى الفخر، وده كان احد اهداف اللي بنحاول نحققها في الفكره في حد ذاتها، وهو ان احنا نقول ان هذا الحدث هو بايدي المصريه خالصه، وده اللي انا باكد عليه وبشكر هنا عليه للمره الثانيه اداره المتحف ان هو هذا الحدث تم ببراعه هندسيه بايدي مصريه خالصه لرمزيه الفكره نفسها وهو قدرتنا او على صناعه المستقبل كما صنعنا ماضي مجيد. ويعني عايز اقول لحضرتك ان كان رد الفعل هنا كان في منتهى الفخر لينا للمصريين، مش بشكر في فكره او في حدث انا تقدمت بيه وتم تنفيذه بهذا الفريق الرائع، انما انا بتكلم على اللي احنا شهدناه فعليا. طبعا يا فندم ده فخر لينا كلنا. وكمان الرد الفعل من بعض السياح او الضيوف الاجانب كان برضو يخلينا يعني نقول اكثر ان هذا الحدث يعني يقدر يخدم سياحيا بشكل كبير جدا وثقافيا ويثقل من يعني من مفردات القوه الناعمه للثقافه والاثار للدوله المصريه. طبعا يا فندم يعني دكتور احمد عوض احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا على كل هذه التفاصيل وبنحييك ايضا على هذه الفكره. الاستاذ احمد عوض مدرس الفنون وصاحب تجربه تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير. الحقيقه انه الفكره دي صحيح هي احنا امتداد لظاهره قدر اجدادنا الفراعنه ان هم يجسدوها في على وجه طبعا تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني تمثال الملك رمسيس الثاني. فكره ان هي تنفذ دلوقتي بايادي مصريه خالصه دي نقطه مهمه جدا. هذه الظاهره حتى الان ارقام واعداد السائحين اللي بتيجي في المعادين ان كان في شهر اكتوبر او في شهر فبراير يعني كبيره جدا جدا، وحتى الان ظواهر كتير جدا واسرار كتير جدا عن الحضاره الفرعونيه القديمه وحضاره اجدادنا المصريين حتى الان الناس لسه عالميا الحقيقه بتبحث وراءها وبتحاول دايما توصل لاسرارها. ففكره ان احنا نجسد هذه الظاهره مره ثانيه في المتحف المصري الكبير، هذا المتحف العظيم الحقيقه بكل المقاييس، وبالفعل مش احنا بس المصريين اللي مستنيين افتتاحه، العالم كله مستني يشوف هذا المتحف، العالم كله مستني بس انه يتم إعلان حتى موعد افتتاحه. يعني كلنا فخر بهذه التجربة أنها تكون بأيادي مصرية خالصة وأنها تحصل دلوقتي وبإيدينا في المتحف المصري الكبير.